السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الإخوة الكرام، المتكلم أحمد البتار، المدير الناشر لموقع رابيد انفو. نختار من خلال الفيديو ونختار مولينا نقول بعض المواطنين والمشاهدين من خلال هاي الفيديوهات اللي دائما نعدل عودوا نتيجة عن كتابات عيتنا نعدلهم على الموقع، ومن أجل مشاركة الجميع نختار دائما نعدل صوتيات والله فيديوهات إياك مثلا جميع المواطنين اللي منها ما يعرف الفرنسية يطلع على ذاك اللي عيت نكتب والله عيت أنا نقول من خلال مشاركاتي على الموقع. موضوع للفيديو اليوم هو بعلنا الحمد لله مع هؤلاء الرئاسيات التاليين واهل اعلنا موريتانيا الحمد لله الحمد لله مرقت مرحلة خطر اللي قالوا أب الأمة والله قائد الأمة. هاي العبارة اللي هي ما هي جديدة و قديمة، كانت من زمن قاع الروم كانوا واصلين قاع العياذ بالله شبه عبادة وتوه للشخص، التملق وتكريس الشخصية مثلا سياسية تعود هي أب الأمة وتعود هي قائد الدولة، ومهلا يخصص لها يوم قاع مهلا تسمى فيه وينعطى لها مهلا طابع العياذ بالله شبه إلهي. وفي القرن 19 انتشرت مع مثلا الرأس المالية كارل ماركس وإنجلز، وتبنوها بعض الدول من ضمنهم روس ورومانيا حقيقة أنا قاع ما نبقي نسمي لا الأشخاص ولا الدول اللي ما هو الهدف من النقاش اللي ندور، إلا على أن هذه الرواية هي والله هذه العبارة هي حقيقة قبلوها دول وقبلوها دول إفريقية خاصة بعد مولي الاستقلال. وعادوا مثلا رئيس الدولة يقولوا له قائد الأمة وأب الوطن وعباراته كيفته، وهذا حقيقة شبه حكم كاريسماتي ديكتاتوري، ولا هو اللي مثلا منتظرين من مسارنا الديمقراطي. ما يخص موريتان شهدت هذه العبارة اللي هي عرفتها مع الحزب الحاكم الحزب الأول، وعرفتهم اللي مع 21 سنة من حكم مهلا عسكري حكم خاص، وعقب ذاك شهدنا مرحلة انتقالية سنة 2007 ودخلنا في مرحلة جديدة تقبل مهلا التناوب على السلطة وتقضي على ذيك المراحل الخاصة اللي كانوا دائما يجوا نتيجة أزمات اقتصادية والله اجتماعية والله سياسية والله حتى على تحديد الهوية الوطنية، ويمشي معهم ياسر من الناس يعيدوا ذاك الاتجاه ذاك هو وش يعارضهم،
الحمد لله وفينا من ذيك المراحل ذيك هي وفينا نقدر نقولوا علينا وفينا من ذيك المراحل كاملة سنة 2019 خاصة اللي عكب الرئيس الحالي اللي وجدت له الثقة بارك من جديد بأنه لا يفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وهذا مهم في المسار الديمقراطي اللي يشهد البلد له كانوا يوفى من قائد الوطن والله قائد الأمة والله كذا اللي عادة يعود شخصية مازالت حية ودائما هم اللي الناس اللي معاه اللي متملقة ومكرسته كانها قاع لا عياذ بالله تعبدوا ذيك الناس ذيك هي تلجأ لعدة وسائل عياذ عودوا وسائل متعلقة مثلا بالإعلام والله الشبكة هاي وسائل التواصل الاجتماعي إياك تعدل بروباغاند للقائد الأمة والله للب الأمة والله للرئيس اللي مثلا هو اللي خالق وهو اللي واقع الواقع الواقع وهذا من اللي سبب زعزعة الأمن وظاهر لي على أنه لا خلق منه شيء اللي ذكره وزير الداخلية اللي عادة هذه الناس اللي تكرس ومتملقة بشخصيات عادة تلجأ للأمور اللي هي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وسائل الإعلام وعيات تمرق للشارع مظاهرات والله وتقول على انها مظاهرات على انها سلمية يقال هي الهدف منها لا زعزعة حقيقة لمن وهذا حق ويا الله ينقال ولا شك على ان لا اهم شيء لان كان له يخلق زعزعة امن للبلد اللي هو والحمد لله تجاوزنا خطر اب الامة اللي كان له يرجع لنا من جديد رقم بعلنا ما بي الصيفيس وهي شنو لا هنا قبلوا تلينا نرجعوا ذيك المراحل ذيك هي هذا من ناحية من ناحية أخرى واركلين اللي جاوزنا الحمد لله هذه مرحلة أب الأمة والله قائد الأمة عندنا الحمد لله ورك متوجهين شورى تنصيب رئيس الدولة رئيس الجمهورية مرحلة مثلا مرحلة تنصيب لمأمورية ثانية يا الله ذي المأمورية الثانية تعود انطلاقة لمسار ديمقراطي صحيح من خلاله لا هي تعود هم معارضة عندها برنامج سياسي وتقدمه للشعب وهم موالاة نظام حاكم عنده برنامج مقدمه للشعب ومن خلال البرامج اللي هي ومن خلال النشاطات العمل الحكومي اللي يالله يجسد برنامج الرئيس اللي منتخب عليه ومن خلاله لا يقوم الشعب يالله يعود الصراع للعبة اللي هي ما يعود تكريس للشخصية احنا ذيك المرحلة ذيك هي يالله نوفاو منها نوفاو من حزب فلان وحزب فلان وفلان 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 هذا ما هو اللي
ما هي ديمقراطية ولا هي سياسة ولا حساب. يا الله يعودوا مهلا عندهم القدرة وعندهم الكفاءة اللي قدوا مهلا يقنعوا مهلا الشعوب برامج وبأفكار لائقة للمسار الديمقراطي. الأحزاب المتطرفة في الدولة خالقة في العالم كامل وتمارس لعبة سياسية، وبعض الدول حتى الأوروبية حالا ترى أحزاب متطرفة إن قال على أنها عندها طابع عنصري متفوقة على بعض الأحزاب الأخرى، وهذا أمر شيء عادي بلي يعدل بأسلوب ديمقراطي ما الهدف منه زعزعة الأمن ولا الهدف منه تكريس الشخصية والله عبادة شخصية، يقال الهدف منه لأنه حزب سياسي عنده أفكار ويروج ليك الأفكار ذيك هي يكان مثلا يتقبل الشعب ويصوت له من خلال الأفكار والبرامج اللي عنده. والله اللي أعلن نظرك الحمد لله مسارنا ديمقراطي تحسن الحمد لله، فصل بين السلطات، أما أحزاب تمارس مهامها، هم واللي الدولة قادرة على تأمن مهلنا المواطن وتحميه من أي زعزعة. والله أي مهلنا شيء ذاك هو لا هي شوش على بناء البلد، هذا هو اللي مازال يبتنا ومازال يطلب ياسر من البناء والتقدم وتحسن ملي في جميع مؤسساته سواء كانت ديمقراطية والله إدارية سواء كانت عامة والله خاصة. والسلام عليكم ورحمة الله. هذا هو اللي كنت نبغي نقول اليوم من خلال الفيديو اللي هي